المطربة سعاد زكي فنانة زعصتها في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، ونافست المطربة الكبيرة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم. سعاد زكي ولدت عام 1919 بالسنبلاوين، مسقط رأس الفنانة الكبيرة المطربة أم كلثوم. وتنتمي سعاد إلى أسرة يهودية، قد كان والدها قاضي تحقيق في منطقة دلتا النيل، وهي الابنة البكر على 7 أولاد. تعلمت في مدرسة إنجليزية، ولكن حبها للغناء لم يرقى لوالدها الذي اعتبره عار ومساس بشرف العائلة، وحاول منعها من الاشتغال بالفن. تبناها خالها الذي لم يرزق بأبناء، وقام بالإنفاق على تعليمها في الكونسرفاتوار بالقاهرة، ودرست على يد كبار الموسيقيين مثل الفنان الملحن داود حسني وهو يهودي، ومحمد الأصبكي وزكريا أحمد ورياض السنباطي. وعندما بدأ تأسيس الإذاعة المصرية عام 1984، أراد مدير الإذاعة مدحت عاصم جلب أصوات جديدة للجمهور، بخلاف المطربين المعروفين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب وفتحية أحمد وغيرهم. وهنا استمع إلى الأصوات الشابة في ذلك الوقت وعرف المستمعين عليهم، ومنهم الفنان فريد الأطرش وليلى مراد وإبراهيم حمودة وسعاد زكي. وكتبت عنها الصحافة المصرية إنذاك باسم الأنسة سعاد، وتوقعوا لها مستقبل باهر في الغناء. وبالفعل بعد وقت قصير جدا بدأ الملحنين الكبار في مصر يتسابقون عليها في تلحين أغاني لها، وبدأت تقدم أغانيها في كل منطقة الشرق الأوسط. وسرعان ما دخلت سعاد السينما وشاركت في عدة أفلام، منها بحبح في بغداد عام 1942، على مسرح الحياة عام 1942، سلامة عام 1944، وهو من بطولة الفنانة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم. في ذلك الوقت تعرفت سعاد زكي على محمد العقاد وهو مسلم وكان عازف قانون في فرقتها، ثم تزوجها، إلا أن أسرتها لم تكن سعيدة بهذا الزواج الذي قال عنه ابنهما موشى أن أمه وأباه احترم العقائد الدينية لكل منهم وأنجب ابنهما موشي. في عام 1950 سافر محمد العقاد إلى نيويورك للبحث عن الرزق، ثم أرسل ورقة الطلاق لسعاد زكي التي بدورها أخذت ابنها وهاجرت إلى إسرائيل مخافة أن يرسل طليقها من يأخذه منها. ثم عملت سعاد زكي بعد هجرتها من مصر إلى إسرائيل مطربة في الإذاعة الإسرائيلية براتب شهري قدره 33 ليرة، بينما كان تعليم ابنها موشيه يكلفها 53 ليرة في الشهر. وقد حرصت سعاد زكي على تعليمه في مدرسة الفرير في حيفا لتوفر له ما كان سيحصل عليه من التعليم لو بقي في القاهرة، وحتى تتمكن من تمويل مصروفات ابنها وإعالة أسرتها الصغيرة فتحت كافيتيريا في البنك الزراعي في تل أبيب، وعملت بالبنك عاملة نظافة، وحتى لا يتعرف عليها أحد أو على هويتها الفنية أسمت نفسها مازال زكي. ويقول ابنها موشي لقد ضحت بمكانة فنية عالمية في سبيل تعليمي. عاشت سعاد مع طفلها في معسكر لاستيعاب المهاجرين الجدد جنوب تل أبيب، ثم اتجهت للعيش في مساكن عامة، ثم انتقلت إلى حيفا. وفي تصوير للحالة التي وصلت إليها المرأة الشهيرة التي كان صوتها على الراديو والتي كانت من أعظم نجوم الموسيقى في مصر، لا يمكن أن يصل بها الحال لسيدة تغسل الأرضيات لتغطية نفقتها، فكانت بعيدة كل البعد عن آخر الموضات الأوروبية التي كانت ترتديها في القاهرة كفنانة كبيرة. في فترة الثمانينات توفيت الزوجة المسيحية لمحمد العقاد التي تزوجها بعد طلاق سعاد زكي، وسافرت إليه سعاد بوساطة من الابن مشيه الذي كان يتردد سنويا على نيويورك لزيارة والده، وتزوج مرة أخرى هناك في عام 1983 بعد 34 عام من الطلاق. وتعرض العقاد لحادث فهاجر معها إلى إسرائيل، وفي عام 1993 توفي العقاد ودفن في مقابر المسلمين بحيفا.
ورحلت عن عالمنا المطربة سعاد زكي عام 2004، ودفنت في مقبرة يهودية في إسرائيل عن عمر ناهز 83 عام. سعاد زكي اليهودية التي تركت النجومية والشهرة والهجرة لحياة متعسرة في الدولة اليهودية.